أستاذ رائد. بداية على الأجندة الاقتصادية خلال تعاملات هذا الأسبوع، ماذا نتوقع من بيانات اقتصادية تؤثر على أسعار ومؤشر الدولار؟ طبعا بلا شك نحن تركيزنا الأكبر راح يكون على بيانات الوظائف الأمريكية المنتظرة يوم الجمعة. طبعا هذه البيانات لماذا هي مهمة في هذا الوقت تحديدا؟ للوقوف على أنه فعلا الاقتصاد الأمريكي قد تعافى من الأزمة ولا يحتاج إلى سياسة سهلة أو مرنة من الناحية النقدية، وبالتالي ذلك يعني سحب أو تقليص برنامج شراء السندات تماما كما هو متوقع في شهر نوفمبر أنه يبدأ التقليص، وصولا إلى أن ينتهي قبل منتصف العام القادم هذا البرنامج الضخم اللي هو 120 مليار دولار أمريكي يتم ضخه يعني شهريا في الأسواق، أيضا عملية رفع أسعار الفائدة اللي ممكن تحدث. إذن بيانات الوظائف الأمريكية المنتظرة يوم الجمعة واللي هي متوقع أن تضيف أكثر من 500 ألف وظيفة في الاقتصاد الأمريكي هي المفتاح الرئيسي لتداولات خلينا نقول ما تبقى من هذا العام. نعم، يعني التصريحات بالأمس الرئيس الأمريكي حول يعني إمكانية رفع سقف الدين وما يدور حوله من أنباء إن كان من الفيدرالي الأمريكي وغيره من الجهات المسؤولة، هل أثر بشكل عام أو بشكل خاص على أداء مؤشر الدولار؟ طبعا نحن عم نتحدث على أنه هذا موضوع يتم فتحه كل عام، نحن نتحدث عن ديننا العام الأمريكي اللي تجاوز بشكل كبير السقف المتاح، وكل مرة بيكون في عندي رفع لهذا السقف، ولكن يجب أن يكون هناك وعي أنه توسعة الاستدانة بشكل كبير ويعني التقليص ميزانية الدولة، يعني ميزانية الحكومة الأمريكية يعني المعززة بالديون بشكل كبير جدا، يعني يجب أن يبدأ العمل عليه بشكل حثيث. لأنه الاقتصاد الأمريكي يعني صحيح راح يكون في عنا تمرير من الآن، نحن نعلم أنه راح يكون في عنا اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين لرفع سقف الدين الأمريكي من 28 الموجود حاليا إلى أعلى من ذلك، ولكن العملية غير مستدامة ونوت سكيلبل، يعني نحن لازم نتحدث عن قرارات يتم اتخاذها فيما يتعلق بتقليص حجم الدين العام والاعتماد بشكل أكبر على عوائد خلينا نقول يعني زيادة العوائد على حساب النفقات هو الأمر الرئيسي الذي ممكن أن يخفف من أزمة الدين، ولكن بما يتعلق بالدولار الأمريكي فالدولار الأمريكي مرشح لمزيد من القوة خلال الفترة القادمة أمام معظم نظرائه، ونرى ذلك جليا أمام اليورو على سبيل المثال في الفترة الحالية. نعم. نتيجة العديد من العوامل الداعمة يعني لمزيد من القوة في الدولار. نعم، يعني أستاذ رائد بالحديث عن اليورو مقابل ارتفاع مؤشر الدولار لاحظنا هنالك العديد من الضغوط تمارس على اليورو أدى إلى تراجع الأسعار، هل يعني الأسباب وراء تراجع أسعار اليورو مقابل الدولار وهل من المتوقع أن تستمر خلال الفترة المقبلة؟ يعني احنا عم نتحدث عن ضغط مزدوج، قوة في الدولار الأمريكي والضعف حقيقي في اليورو أصلا. نعم. فبالتالي كزوج يورو دولار أمريكي نراه ينهار بهذا الشكل عند مستويات 1.15 من 1.18 فقدان 300 نقطة، وممكن مرشح إلى أن يفقد أكثر من 250 نقطة قبل نهاية تعاملات هذا الشهر، وبالتالي يعني وارد جدا هذا الأمر أن يحدث نتيجة الضغط الكبير من قوة الدولار الأمريكي والإيجابية البيانات الأمريكية، وفي نفس الوقت عندي ضعف في البيانات الأوروبية إجمالا لا تزال ترزح تحت ضغط يعني واضح من ضعف الأعمال التجارية وثقة المستثمرين في المنطقة الأوروبية، وأيضا يعني العملية الأكثر وضوحا أنه نحن عم نشوف الضرر الذي خلفته كورونا أو جائحة كورونا على الاقتصاد الأوروبي على وجه التحديد وعلى عملة اليورو، وبالتالي هذا عم يعزز عندي أنه سيناريو مزيد من الهبوط. وفنيا نحن عم نشوف أنه فقدان المستويات الحالية التي يقبع عندها يعني في ارتدادة بعض الشيء كانت قد حدثت خلال التعاملات الفترة الماضية ولكن اليوم ويوم أمس، ولكن واضح جدا أنه زيارة القاع مرة أخرى دون مستويات 1.15 ممكن أن يفتح المجال لهبوط عنيف وحاد على هذا الزوج زوج اليورو دولار أمريكي نتيجة سيناريو البيانات السلبية من أوروبا والبيانات الإيجابية من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، يعني أستاذ رائد في ظل هذه التفاصيل كيف يتأثر الذهب المعدن الأصفر في ظل يعني ارتفاع مؤشرات الدولار والتقلبات الواضحة في الأسعار تحديدا الحديث المقترب عن رفع سقف الدين وأيضا عن تغيير نسب الفائدة، كيف كل ذلك يؤثر على أداء مؤشر الذهب تحديدا؟
يعني نحن بنشوف الذهب حاليا هو معرض لمزيد من التراجعات، قوة الدولار الأمريكي تلعب دورا مهما جدا. الذهب حاليا يوجد فرصة استثمارية بديلة للتوجه نحو الذهب، لا يدر عائد وهو ملاذ آمن فيه كما نعلم، وبالتالي عم بيكون في عندي عملية واضحة للتخلص من الذهب. ممكن أن نشهد يعني في حال كان هناك أي عملية تصحيح حاد في الأسواق الأمريكية، أنه عملية تغطية لخسائر أسواق الأسهم من خلال بيع في الذهب، فبالتالي ممكن أن يعزز عندي تراجعات حادة، ولكن هذه التراجعات الحادة هي تكون هي المفتاح لعودة للصعود بالنسبة لأسعار الذهب. ممكن أن تكون هذا القاع اللي نحن عم نبحث عنه هو مستويات الـ $1,600 إلى $1,650 للأونصة، هي المنطقة يعني خلينا نقول المتفق عليها، واللي هي راح يكون يعني عندنا كمية أوردرز أو يعني طلبات كبيرة للشراء من هذه المنطقة، وهي منطقة دعم مهمة جدا لأسعار الذهب. منها ممكن تبدأ عندي عملية الصعود الكبير مرة أخرى لأسعار الذهب وعودة مجددا للمزيد من الارتفاعات. غير ذلك هو معرض لمزيد من التراجعات في الفترة الحالية، وطبعا نظرا لوجود الفرصة البديلة الموجودة في الأسواق وقلة جاذبيته في الفترة الحالية. إذا لم يكن عندنا أي قلق أو توترات حادة في الأسواق فهذا لا يعني هذا يعني نعم. أن الذهب لن يكون مستفيد بشكل كبير من أي ارتفاعات في الفترة القادمة. نعم، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب الأستاذ رائد خضر، شكرا لك على كل هذا الشرح الوافي.